بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية برحب بالسيد الدكتور إيهاب كامل رئيس مجلس إدارة شركة إيدام للخدمات الطبية والعضو المنتدب، وبرحب بكل السادة الحضور. وأنا النهاردة حقيقة سعيد جدا أن أنا شايف مجموعة كبيرة من أعضاء النادي موجودين، يعني أسر ومكان، وأتمنى نكون باستمرار نكون موجودين مع بعض إن شاء الله. يعني الحقيقة من نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا احنا كلنا كأهلوية. النادي الأهلي منذ نشأته 1907 وهو منظومة متكاملة كل عناصرها بتكمل بعض، تتعاقب الإدارات وتعاقب مجالس إدارات، المديرين، اللاعبين، الفرق، كل الناس بتتعاقب، ما حدش بيخلد، ولكن في الآخر تفضل المنظومة كلها بفضل الله سبحانه وتعالى، تفضل المنظومة كلها متناغمة ومتماسكة بكل عناصرها، إدارة، أعضاء، جماهير، عاملين، لاعبين، كل المنظومة دي مع بعض كده، وكل أفراد الفرق الرياضية المختلفة كلهم بيجمعهم حاجة واحدة بس، الكيان. الكل على الأقل برجل واحد، الكل في ظهر وخدمة الكيان، كل واحد طبعا في موقعه، يعني لأن احنا كلنا لما بنحاول نخدم المكان اللي احنا تربينا فيه، المكان اللي يعني جمعنا كلنا، المكان اللي بيخلي شريحة كبيرة جدا 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 من الشعوب، مش عايز أقول بس الشعوب الأهلوية في كل مكان في العالم، لما نكون احنا عارفين ان دوت بيسعد الناس، كل واحد بيقدم الخدمة دي اعتقد ان ربنا برضو يجازيه خير ان هو يستطيع انه يساهم في اسعاد الناس واضافة تاريخ جديد وتاريخ مستمر باذن الله لنادي يعني وللكيان النادي الاهلي. كنت بس بقول دايما انا في كلماتي يعني ان جمهور النادي الاهلي هو السند وهو الشريك في كل النجاحات والانتصارات، لكن وأعضاء النادي الأهلي، أعضاء العاملين في الأهلي، هم جزء أساسي وحيوي وفاعل من جماهير الأهلي العريضة والعريقة. أعضاء الأهلي وجماهيره هم أول من يعطوا الثقة والقوة لمجلس لأي مجلس إدارة. لما يكون في ثقة في مجلس الإدارة سواء من الجماهير، من الأعضاء، وخاصة الأعضاء اللي هم الأعضاء العاملين اللي هم مطلعين باستمرار جوه النادي على ما يقدم من مجلس إدارة، أعتقد أن هم بدعمهم بيخلوا الناس تزيد وتخلي الناس تحب دايما أنها يعني تشتغل أكتر وتشتغل أكتر بحب. الدعم للكيان والحرص على مصلحته هما الأساس، من غير بقى النظر والأسماء والأشخاص، زي ما تقول كلنا زائلون أو زائلين بقى، لحدش يعقب عليها في اللغة العربية، يعني كلنا في زوال إلا طبعا الله سبحانه وتعالى، ويبقى الكيان بيتعاقب عليه ناس، لكن الكيان موجود بفضل الله سبحانه وتعالى. احنا زي ما قلت في كلماتي قبل كده برضو، احنا كلنا ككتلة واحدة، أعضاء، عاملين، جماهير، إدارة، إدارات الفرق، كل اللي عاملين في النادي، لها إدارة تنفيذية، مجلس إدارة، طبعا كلنا بنسعى يعني لكل نقدم ونحاول مع بعض كمنظومة واحدة نقدم دايما الشغل اللي يعود بالخير بإذن الله على النادي الأهلي اللي بنفخر جميعا اللي يعني بالانتماء ليه. وإحنا كمجلس إدارة خدنا عهد على أنفسنا من ساعة ما ابتدينا وقبل ما نبتدي كمان، إن إحنا بنبذل أقصى جهد لينا في خدمة هذا الكيان. محدش فيه يعني ان احنا الواحد تعاهد الله سبحانه وتعالى ان كل دقيقة تمر في عهدنا في خدمة هذا الكيان يكون لخدمة الكيان ده بدون اي تطلعات اخرى. علشان كده احنا ما بنبخلش ابدا باي جهد ولا وقت، وبنسعى دايما ان احنا نقدم للاعضاء كل اللي ربنا بيقدرنا عليه. مش بس في الانشاءات، الحمد لله عندنا زي ما قلت قبل كده عندنا 4 أندية الحمد لله يعني،
والاربع انديه بتشهد انشاءات كتير الحمد لله رب العالمين، ومش بس بطولات، اللي ربنا يزيد ويبارك فيها باذن الله وتستمر ان شاء الله على طول. لكن كمان ابتدينا نبص على كل الخدمات اللي بتقدم، في خدمات بتقدم داخل النادي لكن في خدمات تانية بنحاول نوفرها وتكون مفيدة بالنسبة لكل الأعضاء على اختلاف أعمارهم وظروفهم. النهاردة بنقدم برنامج الخدمات الصحية لكل الأعضاء وأسر العاملين في كل المراحل السنية ولمدة 4 سنين إن شاء الله من دلوقتي. وبعد ما الأستاذ شريف يمكن قال الكلام كده في كلمته أو أدنا فكرة مختصرة يعني عن الموضوع، هترك طبعا للسيد الأستاذ إيهاب شرح كل التفاصيل المهمة عن التعاون المشترك لخدمة أعضاء النادي. أخيرا يعني الشكر موصول لكل واحد من حضراتكم، بشكركم جدا جدا على تواجدكم، وأدعو الله سبحانه وتعالى ربنا يكرمنا دايما لخدمة هذا الكيان الكبير. شكرا جميعا لجميع السادة الحضور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.